إن جيتوا للحق حضرات إحنا لازم يعني فعلا في مرة من المرات وفي حلقة من الحلقات يعني نخصص حلقة بالكامل للحديث عن العلاقة شديدة الخصوصية ما بين هذه الظاهرة الكروية المسماة بالنادي الأهلي وبين جماهيره العظيمة. صباح الفل على كل حضراتكم، حلقة بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، ويا رب إن شاء الله يكون أسبوع سعيد علينا كلنا. وإحنا بنفتتحه مع حضراتكم بالكاس ال 13، كاس السوبر المصري ال 13 في تاريخ النادي الأهلي. الكاس ده كاس غالي قوي وعزيز قوي عند كل الأهلوية، وزيه زي كاس أي كاس أو أي درع بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي لما بيشارك في بطولة بيشارك عشان اللي حضراتكم شايفينه ده، عشان يحصل على إما كأس أو درع البطولة اللي هو بيشارك فيها، بما يتماشى مع كونه النادي الأهلي، بما يتماشى مع طموحات جماهير النادي الأهلي العظيمة. مليون مبروك على كل حضراتكم. هنتكلم أكيد النهاردة وبالتفصيل، ويمكن يكون التفصيل الممل، عن كل تفاصيل هذا اللقاء الهام اللي كلنا تابعناه واللي شفنا من خلاله الحقيقة كرة قدم قوية جدا، وشفنا ماتش فيه ندية وتنافسية إلى حد بعيد، ولكن انتهت الأمور الحمد لله رب العالمين لصالح النادي الأهلي. بالمناسبة في الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة هيكون عندنا كالعادة فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هتنورنا فيها الأستاذة ريهام سويلم، وهي عضو مجلس اتحاد القوس والسهم، ونلقي الضوء على هذه الرياضة لأن هي برضو من الرياضات اللي مهضوم حقها إلى حد كبير. وتاني الفقرات هيشرفنا فيها كابتن ياسر مصطفى، مدرب حراس مرمى شباب النادي الأهلي السابق، وطبعا عايزين بقى نعرف منه رؤيته للمباراة كانت عاملة إزاي وكتير من التفاصيل. طبعا البداية لازم تكون بالتهنئة، مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، سجله طبعا علي معلول من ضربة جزاء، والتتويج ببطولة السوبر المصري للمرة 13 في تاريخ النادي الأهلي. فريقنا الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا وقوية جدا واستحق التتويج بهذا اللقب، وقبل كل حاجة نال احترام الجميع. النادي الأهلي كالعادة هو سفير كرة القدم المصرية. هذه البطولة شهدت ظروف وتحديات كتير قوي الحقيقة، والمباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي وعنيد، ولكن نجحنا الحمد لله في التتويج باللقب كالعادة بشخصية النادي الأهلي وبروح الفانيلا الحمراء وبروح الفريق، ودي المظاهر اللي دايما بتظهر في المواقف الصعبة. الأهلي دايما عنده إصرار ملحوظ على إسعاد جماهيره في كل مكان، عشان كده استحق التتويج بهذا الكأس. المباريات النهائية دايما بتكون مباريات صعبة، والحظوظ فيها بتكون متساوية إلى حد كبير لكل فريق، ولكن الأهلي عارف كويس قوي إزاي يخوض مثل هذه المباريات، لأنه بيحترم جميع المنافسين بين قوسين كده ايا كان مين هو المنافس. لعيبه النادي الاهلي الحقيقه كانوا على قدر المسؤوليه ونجحوا في ادخال بطوله جديده الى دولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا للعيبه النادي الاهلي اللي فرحونا، شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي الحقيقه بيسعى دائما وابدا لتوفير كل ما يلزم ليس فقط لفريق كره القدم ولكن لجميع فرق النادي الرياضيه المختلفه، يعني كضمان لتحقيق البطولات. طبعا الشكر موصول وواجب ومستحق لجماهير النادي الأهلي اللي كالعادة حرصت على مؤازرة الفريق في استاد محمد بن زايد. كتير جدا من الأهلوية جم من كل دول الخليج عشان يساندوا الفريق وتحملوا بقى كل تفاصيل مشقات السفر والتكاليف إلى آخره، وده الحقيقة مش ما هياش حاجة جديدة، ده العادي، ده العادي بتاع جماهير النادي الأهلي، ده هم دايما الشريك الرئيسي والدائم في كل النجاحات وفي كافة البطولات التي يحصل عليها النادي الأهلي. فعلا جمهور عظيم وخلى أجواء الملعب عالمية بالمعنى الحرفي، وجديرة بالتالي بالتتويج بلقب السوبر. التشجيع كان رائع طوال ال 120 دقيقة، ودعم الجماهير المستمر للفريق كان سر من أسرار نجاحه الكبير، وده كان محور تهنئة الاتحاد الدولي لكرة القدم كاف على صفحته اللي لخص عليها الكلام وقال: جمهور لا يشبع من البطولات، يسيرون خلف فريقهم أبعد المسافات، وكأس العالم للأندية شهد أجمل اللوحات منهم، هؤلاء هم جماهير النادي الأهلي، وحاجة عظيمة جدا. طبعا الماتش كان فيه شوية حاجات لازم نقف عندها، شوية لقطات وشوية مشاهد لازم يتوقف عندها، ما بين يعني ما كناش نحب قوي ان احنا نشوفها، وما بين لقطات جميلة جدا. في لقطة مهمة جدا في الماتش ده بتعبر عن عشق جماهير النادي الأهلي في صورة بديعة وبليغة. الشيخ أحمد إبراهيم المصري الجميل، وهو من أبناء المنصورة في الدقهلية، وبيعمل إمام لأحد المساجد في دولة الإمارات العربية الشقيقة. تعليقات السوشيال ميديا يعني انهالت عليه، طبعا تعليقات ناس كتير في كل الدول العربية على هذه الصورة، وقالت إن مشجع النادي الأهلي الكفيف ظهر خلال
مباراه السوبر وهو يتابع الماتش في الاستاد، وكان ماسك الراديو جنب ودنه وصورته طبعا كاميرات كتير، وطبعا بطبيعه الحال صورته الجميله دي خطفت كل الانظار، وكان حديث كل الناس من اول ما اللقطه دي ظهرت على الهواء مباشره. الحقيقه بالمناسبه هو يعني اضافه لكونه امام مسجد في دوله الامارات، هو كمان خريج اداب انجليزي وعاشق للنادي الاهلي منذ الصغر وبيتابع كل المباريات صوتيا، ولما عرف بوجود النادي الاهلي في دوله الامارات قرر انه يكون متواجد داخل الملعب عشان يشجع الفريق اللي هو بيعشقه. وزي ما قال ان النادي الاهلي وشه حلو عليا وانا كمان وشي حلو عليه، وكل النهائيات اللي حضرتها للنادي الاهلي في الاستاد كانت بتنتهي بحصول النادي الاهلي على البطوله. الاهلي الحقيقه عشق الطفوله بالنسبه له وبالنسبه لغيره، وهو اكد ان هو فعلا عشق الطفوله بالنسبه له وقصه حب لا تنتهي، وقال من حظي ان انا طلعت مشجع لفريق عودنا على الانتصارات وعلى البطولات. الحقيقه كلام جميل جدا ولقطه جميله لمشجع اهلاوي جميل، يعني بنتمنى له اكيد كل التوفيق. طبعا فرحه الاهلاويه كانت في كل مكان في الامارات وفي مصر وفي غيرهم من دول العالم، حضراتكم عارفين الاهلاويه منتشرين في كل انحاء العالم بما فيها امريكا وكندا واوروبا، فرحه عارمه في كل مكان. تعالوا نروح لهذا التقرير ناخد من خلاله فكره بسيطه جدا عن اجواء فرحه التتويج بالسوبر ورسائل جماهير النادي الاهلي للفريق، ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضل. مبروك للجماهير العظيمه جماهير الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره وحبيبنا كلنا الكابتن محمود الخطيب، ومبروك للعيبه الرجاله، ومبروك لكل الجهاز الفني، ومبروك لكل الاهلاويه. لعيبه النادي الاهلي رجاله، كلهم رجاله، وشابوه الشناوي النهارده مسيطرين على الشوط الاولاني، الشوط الثاني والثالث الحمد لله مسيطرين، والف شكر لجميع النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكابتن الخطيب. احب اشكر النادي الاهلي على اداء حلو ولعيبه رجاله والله، وان شاء الله الف مبروك ان شاء الله ناخد كاس افريقيا باذن الله، واداء كويس لعيبه رجاله والله. والله ماتش كبير قوي، الاهلي لعب ماتش كبير قوي، كل الناس كان على مستوى عالي قوي، الشناوي بطل الماتش كده مفيش كلام، والف مبروك لجمهور الاهلي، الف مبروك لمجلس الاداره، الف مبروك لكل اعضاء مجلس الاداره، واحنا ملوك كره في مصر. كل اللعيبه كانت بتلعب واثقه في نفسها وما فيش اي توتر، واللعيبه بجد لعبت اللعب مباراه رائعه برجوله كامله. تكتيك كان كويس جدا، والتشكيل كان مفاجئ، انا كنت متوقع ان كهربا يبدا المباراه، بدا بالقندوسي وما كانش هايب الموقف خالص، بالعكس كنت حاسس ان هو بيلعب مع الاهلي من مده كبيره يعني. الحقيقه الماتش كان بايد بعض الناس اللي كانت موجوده، الماتش ما كانش سهل، الماتش كان معقد يعني، كان الفريق الاهلي بيلعب بتكتيك معين وفريق بيراميدز بتكتيك معين، فكان الماتش معقد ما كانش مفتوح، فكان المتوقع ان احنا نروح اكسترا تايم، بس صراحه الشناوي النهارده تالق معانا ولعب معانا باداء رجولي. النهارده عايزين نقول الاهلي كان حاضر بقوه، قوة كبيرة جدا، الأهلي قادر يسعدك، الأهلي قادر يفرحك، فضل الله قاعدين مطمنين على الأهلي بقى خلاص، دكة قوية وفريق قوي، المدرسة السويسرية النهاردة تكسب. أحب أوجه التحية لجميع لاعبي الأهلي النهاردة، وخصوصا للكابتن الشناوي اللي ما خلاش ولا سقطة ولا لقطة، وأحب أبارك للكابتن محمود الخطيب وأقول له إدارة ناجحة إدارة ناجحة إدارة ناجحة. هو طبعا مبروك للنادي الأهلي، والماتش كان تحفة، والنادي يعني الماتش ما كانش زي أي ماتش لعبناه بالنسبة لي، وكان ماتش حلو يعني. انا الحمد لله ما بفوتش ماتش للاهلي علشان انا بشجع الاهلي من زمان بجد، ولعبه كويس قوي، واللعب النهارده كان حلو وجميل، والسوبر احسن سوبر خدناه المره دي. طبعا لازم نهني ونبارك من جديد لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان على هذه الفرحه الكبيره المستحقه، والحقيقه يعني من زمان قوي يعني المعادله ماشيه بالشكل البسيط ده، فريق عظيم وجمهوره عظيم، فريق كبير وجمهوره كبير، فريق بطل وجمهوره أبطال، فريق قادر دائما على إسعاد جماهيره وجماهيره قادرة دائما على الوقوف كتفا بكتف كل لاعب على حدة وللفريق بشكل عام. الحقيقة طول عمر جماهير النادي الأهلي سر رئيسي وأساسي من أسرار نجاحه بل وتفوقه يعني على مر الزمان. بالمناسبة عايز برضو أعرف حضراتكم أن بعد مباراة السوبر أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار الشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم واستضافة السوبر المصري المقبل في شكل جديد، وهعرف حضراتكم خلال لحظات تفاصيل الشكل الجديد ده، والكلام ده هيكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري طبعا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. هتستمر الأحداث دي أو الفعاليات لمدة أسبوع، وهتضم البطولة أربع فرق يتم اختيارهم على النحو التالي: بطل الدوري المحلي، بطل الكاس، بطل كاس الرابطه، والفريق الرابع هيقوم الاتحاد المصري بدعوته.
قال السيد عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي في تصريحات تلفزيونية، قال شراكتنا مع الأشقاء في مصر مستمرة ونحن حريصون على استمرارها في السنوات المقبلة لما يتحقق من نجاحات كبيرة. لقد تم تقديم مقترح بتغيير شكل البطولة ومشاركة 4 أندية، لا سيما وأن هذا الحدث حدث كبير ويجب أن يكون متجددا بشكل مستمر من أجل استمرارية النجاح. وأضاف وقال المجلس تواصل مع شركاء هنا في الإمارات والذين أكدوا دعمهم للفكرة على أن تكون البطولة بمثابة أسبوع مصري في أبو ظبي لا مجرد مباراة واحدة، خاصة وأن النسخ الستة الماضية حققت نجاحات يعني منقطعة النظير. والحقيقة كلمة منقطعة النظير دي ما فيهاش أي شبهة مبالغة بأي حال من الأحوال، اللي من حضراتكم تابعهم أكيد عارف كويس جدا أو عارف كويس جدا كل تفاصيل النجاح. وكالعادة طبعا الحقيقة يعني أشقائنا في دولة الإمارات لا يدخروا أي جهد في أي حدث هم طرف رئيسي فيه، وطبعا بما يتماشى برضو كالعادة مع المحبة القديمة والأزلية والأبدية إن شاء الله بين مصر وبين الإمارات. طبعا كالعادة الفريق يعني بيحتفل، احنا بنحاول نفرح على قد ما نقدر وبنحاول نمط الوقت، لكن كعادة النادي الاهلي وبقينا احنا كمان بالتبعية زيهم كده بنفرح بالكتير يوم يومين قولوا ثلاثة بالكتير، لكن بتبتدي بعدها بقى مرحلة التحضيرات للي بعده، واحنا اللي بعده عندنا مش قليل الحقيقة، عندنا مواجهات مهمة جدا جدا أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، عندنا أحلام كبيرة وعندنا طموحات كتيرة مع فريقنا، وطبعا دي بطولة في منتهى الأهمية بالنسبة لكل أهلاوي. الفريق بيستعد طبعا لمواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله 12 مايو على ملعب رادس، واللي هتكون مباراة بدون جمهور، وده طبعا بعد عقوبات لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد طبعا أحداث الشغب اللي أكيد حضراتكم تابعتوها في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا اللي انتهت بالتعادل. عاقب الكاف الترجي بيخوض 4 مباريات دون حضور جماهير مع إيقاف التنفيذ في مباراتين يعني خلال عام، إلى جانب طبعا غرامة مالية وصلت لي حوالي 300,000 دولار. طبعا قرارات الكاف تعني أن الترجي سيستضيف النادي الأهلي في مباراة الذهاب هتكون خلف أسوار مغلقة بدون أي جماهير. النهاردة الفريق الأول لكرة اليد رجال ده على صعيد آخر بقى بالنادي الأهلي بيخوض مواجهة مهمة جدا أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الافريقي على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر الجزيره. طبعا النادي الاهلي تاهل للمباراه النهائيه مباشره بعد اعتذار نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركه في هذه البطوله، فيما تاهل الزمالك للنهائي عقب تخطي فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجه 45-25 ووافقت الجهات الامنيه على حضور 1,000 مشجع لمباراه النهائي. وبطبيعه الحال اي لقاء بيحمل الاسمين دول الاهلي والزمالك وايا كانت الرياضه اللي هو يعني بيتنافسوا فيها طبعا هيكون لقاء قوي جدا. تعالوا بقى نروح للجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي روجيرو ميكالي اللي بيستعد لمنافسات بطوله افريقيا تحت 23 سنة اللي هتقام في دولة المغرب الشقيقة خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبل إن شاء الله. أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر، والمباراة الأولى هيلعب فيها منتخب مصر ضد النيجر يوم 25 يونيو المقبل، المباراة الثانية هتكون أمام مالي يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل، والمباراة الثالثة ضد الجابون يوم 1 يوليو المقبل، وأكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله. تعالوا بقى نروح لحالة الطقس ودرجات الحرارة ناخد فكرة كده النهاردة الجو عامل إزاي ونرجع برضو نكمل أخبارنا. اتفضل. طيب دي كانت درجات الحرارة، خلونا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع ده إن شاء الله. أنا معي على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ترى متوقع الأسبوع ده إن شاء الله الحالة الجوية هتكون عاملة إزاي، ولا سيما إن إحنا الأسبوع اللي فات كان فيه أبس أند داونز كتيرة وبشكل ملحوظ، يعني حار جدا بالنهار وساعات شديد البرودة ليلا، فهل الوضع ده هيستمر معانا؟ بالفعل يمكن إحنا خلال الأيام الماضية تقريبا الأسبوع الماضي كان فيرست باونس في الحرارة وخاصة كمان فترات الليل، حسينا بالبرودة خلال فترات الليل. يمكن احنا من امس واول امس بدأنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية قادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي بتؤدي لانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار
وكمان درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين بثلاث درجات، لأن احنا بنسجل درجات حرارة ما بين 28 ل 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. كمان بيأثر علينا منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تحرك جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار. انخفاض درجات الحراره متوقع انها تستمر معانا حتى يوم الثلاثاء القادم باذن الله، يعني لحد يوم الثلاث متوسط درجات حراره على القاهره الكبرى 27 28 درجه مئويه، وتعتبر الاجواء مائله للحراره ربيعيه فتره النهار. فترات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بالفعل الصغرى فتره الليل بتنخفض ل 15 و16 درجه مئويه، خاصة كمان مع وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بنحس بيه فترات المساء ساعات المغرب، يستمر معانا فترات الليل، بيساعد بشكل كبير على احساسنا بالبرودة خلال فترة الليل. يمكن فرص الامطار اللي بنتكلم عليها اليوم وغدا هي فرص امطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، فرص امطار خفيفة غير مؤثرة تماما على اي اعمال انشطة يومية. من يوم الاربعاء تبدأ الكتل الهوائية الصحراوية تأثر علينا، فبالتالي مع يوم الاربعاء هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، يعني الاربعاء والخميس والجمعه متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى تتجاوز ال 30 وتوصل ل 32 33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فنحس بارتفاع درجات الحراره فتره النهار، وايضا فترات الليل هيحصل فيها تحسن نوعا ما في درجات الحراره. لكن احنا بنأكد على كل الساده المشاهدين مفيش مشكله تماما من تخفيف الملابس خلال فتره النهار. اللي هنأكد عليه فترات الليل لسه بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، خلينا في الملابس الربيعيه اللي هي بتبقى قطعتين من الملابس، لان لسه في بروده في الجو ولسه في بعض التقلبات الجويه ممكن نشوفها في شهر مايو. لحد نهايه شهر مايو لسه في تقلبات بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، فبلاش الملابس الصيفيه خلال الوقت ده من السنه، خاصه فترات الليل الطلبه وهم رايحين المدارس فتره الصباح. تمام. وعلى ذكر الاجواء الربيعيه يا دكتوره منار، يعني لاحظنا كلنا ان اخر كام سنه ما بيجي فصل الربيع بتوصل درجات الحراره لما هو ابعد واعلى بكتير من حتى الصيف في عزه، فدي ظاهره عاديه ولا دي برضو حاجه نتجت عن التغير المناخي الى اخره؟ لا بالفعل احنا دايما متعودين ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لان فصل الربيع دايما بنتاثر بالمنخفضات الصحراويه، المنخفضات الخماسينيه اللي بتبقى جايه من الصحراء الغربيه، فبالتالي بتؤدي للارتفاع الكبير في درجات الحراره، موجه ارتفاع كبيره في درجات الحراره احيانا بتتجاوز ال 45 درجه مئويه في بعض. صحيح صحيح. لكن نسب الرطوبه بتكون منخفضه في الربيع بشكل كبير، لان كتل هوائيه جايه من على الصحراء. في الصيف نسب الرطوبه بتكون مرتفعه، فبالتالي بنحس بالحراره اكثر في الصيف عن فصل الربيع، لكن بالفعل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، وده ما احنا متعودين عليه دايما بسبب المنخفضات الخماسيه. يمكن متعودين عليه في اخر كام سنه، لكن كان زمان الربيع ربيع اجواء جميله جدا، ده اللي غنت لها سعاد حسني، لكن يعني كان زمان حتى الشتاء كان زمان اقل قسوه بكتير مما هو عليه دلوقتي، والصيف كان كدرجات حراره وحتى كنسبه رطوبه كان ارحم بكتير مما هو عليه دلوقتي. هو احنا دايما بنتكلم ان ربيع جمهوريه مصر العربيه هو فصل الخريف مش فصل الربيع تماما، لان احنا فصل الربيع يمكن النص الاول من الربيع بيبقى لسه في بعض سمات فصل الشتاء، فبالفعل بدايته بتبقى الاجواء في ربيعيه تماما، لكن مع النص الثاني واحنا في شهر 5 او شهر 6 تبدا درجات الحراره ترتفع بالشكل الكبير، فعشان كده بنحس بالحراره. يمكن احنا ما بنحسش بالربيع قوي غير في النص الاول، لان درجات الحراره لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير، لكن الربيع الحقيقي في جمهوريه مصر العربيه هو فصل الخريف، لان معظمه بتبقى درجات الحراره صحيح معتدله، ما فيهاش ارتفاعات كبيره في درجات الحراره. جميل. انا شاكر لحضرتك شكر جزيل على وجودك معانا، نورتينا وشرفتينا في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي دكتوره منار، شكرا لحضرتك. طيب بعد ما خدنا فكرة كده عن المتوقع كحال الطقس إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. خلونا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه وفروعه المختلفة. فيا صباح النصر على زميلتنا الجميلة روزان نصر المتواجدة حاليا في نادي الأهلي بالجزيرة. يا روزان صباح الفل عليكي ومليون مبروك، وتفضلي احنا سامعينك.
صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا واللي بيتابعونا في كل مكان. طبعا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان، ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز، يعني بهدف مقابل لا شيء. يعني خليني أقول طبعا النادي الأهلي يا كريم ما عندوش خلاص وقت، يعني بيستعد بالفعل لملاقات طبعا الترجي التونسي يعني يوم الجمعة المقبل 12 مايو في إطار طبعا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق كمان للنادي الأهلي إن شاء الله، ويعرفوا يعني يحققوا الفوز إن شاء الله على الترجي التونسي. مباراة مهمة طبعا جدا بقى اليوم، الأهلي بيواجه الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، بيواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مساء اليوم، يعني فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ووافقت الجهات الأمنية بشكل نهائي على حضور 1000 مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة اليد، وبتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء. أكيد طبعا يا كريم هتكون مباراة قوية جدا، بنتمنى فيها طبعا التوفيق والفوز لصالح النادي الأهلي. الأهلي بيتعاقد مع ثنائي قوي لتدعيم سيدات اليد قبل بطولة إفريقيا. أتم طبعا مسؤولو النادي الأهلي تعاقدهم مع ثنائي ناتاشا كروفيتش وماتيا بليتوكوسيتش لتدعيم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للمشاركة طبعا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. من التنس الطاولة هنا جودة وعمر عصر طبعا بيواصلان السيطرة على لقب إفريقيا. توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا للسيدات تنس طاولة فردي للمرة الثانية في تاريخها، كمان عمر عصر بيحافظ على لقبه القاري فردي رجال مرة تانية بعد فوزه طبعا على النيجيري في النهائي. نروح بقى سريعا لأخبار كرة السلة. سيدات الأهلي إلى نهائي دوري السوبر سيدات أمام الجزيرة طبعا بعد فوزه في جيم 2 على سموحة، يعني بيتأهل النادي الأهلي للمباراة الفاينل. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر سيدات لموسم 2022-2023 الذي سيجمع بين الأهلي والجزيرة، على أن تقام طبعا المباريات على صالة الشباب والرياضة ب 6 أكتوبر خلال الأيام المقبلة. المباراة الأولى هتكون يوم الأربعاء 10 مايو الساعة 6 مساء، المباراة الثانية يوم الجمعة 12 مايو الساعة 6:30 مساء، المباراة الثالثة يوم الحد 14 مايو الساعة 6:30 مساء، والمباراة الرابعة في حال طبعا وجود مباراة رابعة هتكون يوم الثلاث 16 مايو الساعة 6:30 مساء، والمباراة الخامسة كمان في حال وجود مباراة خامسة هتكون يوم الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء. أخيرا طبعا انتهت مباراة الأهلي وسلاك في بطولة البال بفوز النادي الأهلي بنتيجة 80-70 وإلى النهائيات. بيحتل طبعا في هذه البطولة الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف طبعا بترو دي الواند الأنجولي، فيما يأتي سلاك في الترتيب الأخير ويحتل المركز السادس في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويتأهل طبعا أول فرق يعني للمرحلة النهائية من المجموعتين. كمان كل التوفيق لرجال السلة اللي الحقيقة يعني مشرفين جدا في بطولة البال اللي بتقام طبعا في صلاة حسن مصطفى ب6 اكتوبر. دي كانت ابرز الاخبار اللي معايا النهارده يا كريم، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا روزان نصر. طيب تعالوا بقى حضرات ناخد فكره كده سريعا عن الدوريات الاوروبيه المختلفه وبالذات الدوري الانجليزي، لان الحقيقه نجومنا العرب عاملين شغل زي الفل. تعالوا نبتدي بابننا محمد صلاح، قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز بنتيجه 1-0 على برنتفورد، وطبعا سجل صلاح هدف المباراه في الدقيقه 13 ليرفع رصيد اهدافه هذا الموسم الى 30 هدف في كافه البطولات، وبكده اصبح صلاح هو ثامن لاعب بيسجل 100 هدف لفريق ليفربول على ملعب انفيلد، وكمان اصبح اول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتاليه في كافه البطولات على ملعب انفيلد. كمان كان هذا الهدف هو الهدف رقم 186 لصلاح مع ليفربول ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفن جيرارد. طبعا كمان ده الانتصار السادس على التوالي لفريق ليفربول في الدوري، وبالفوز ده رفع ليفربول رصيده ل 62 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر يونايتد اللي هيواجه بالمناسبة ويست هام النهاردة، فيما توقف رصيد برينفورد عند النقطة 50 في المركز
التاسع. طيب ده بالنسبه لمصطفى محمد صلاح وبالنسبه لليفربول. تعالوا كمان نروح للتالق اللي كان عليه امبارح الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي اللي حقق رقم قياسي جديد في الدوري الانجليزي الممتاز خلال مباراه فريقه ضد ليدز يونايتد، صنع هدفين خلال هذه المباراة وأصبح أول لاعب في تاريخ إفريقيا يصنع 60 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على الإيفواري ديدي دروجبا أسطورة تشيلسي طبعا. كمان أصبح رياض محرز هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البريمير ليج منذ كأس العالم 2022 برصيد 9 أهداف متفوقا على كل من ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وتروسارد لاعب أرسنال برصيد 8 أهداف لكل منهما. تعالوا بقى نروح للدوري الألماني. امبارح في الدوري الألماني فاز بايرن ميونخ على فيردر بريمن بهدفين لهدف، وبكده رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب الدوري الألماني بفرق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بريمن عند النقطة 35 في المركز ال 12. تعالوا بقى نروح للدوري الإيطالي. فاز إنتر ميلان بهدفين دون رد على روما، وبكده رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع بفرق نقطتين عن غريمه الكلاسيكي والتقليدي ميلان، فيما تجدد رصيد روما عند النقطة 58 في المركز السابع. كمان توج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه بعد فوزه الصعب على نظيره فريق أوساسانا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية اللي جمعت ما بين الفريقين امبارح في مدينة إشبيلية. طبعا الدوريات الأوروبية مشتعلة بالمعنى الحرفي. كمان عايز أعرف حضراتكم أن امبارح توج أوراروا ريدز الياباني بلقب دوري أبطال أسيا بعد الفوز على فريق الهلال السعودي بهدف نظيف ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. جاء هدف الفوز في الدقيقة 49 وسجله أندري كاريلو لاعب خط وسط الهلال بالخطأ في مرمى فريقه، رغم الحقيقة التفوق الملحوظ لفريق الهلال السعودي بشكل كبير في الاستحواذ وفي الضغط الهجومي، لكن الحظ ما كانش معاه الحقيقة في هذا اللقاء وحرموا المنافس الياباني من تعزيز رقمه القياسي في البطولة الأسيوية، لأنه بيتصدر قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أسيا برصيد 4 ألقاب. طبعا الدوري السعودي الحقيقة من الدوريات القوية جدا، واللي من حضراتكم بيتابعه عارف كويس قوي ان بتتلعب فيه كرة قدم حديثة وطبعا مدجج ومدعم كتير من فرق ومدعمة بكتير من الصفقات الأجنبية الناجحة والرابحة. دوري قوي جدا جدير بالمشاهدة الحقيقة. على كل الأحوال احنا يعني كلامنا لسه أكيد ولا أخبارنا لم ينتهوا بعد، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. الحقيقة إحنا عشان عارفين كويس قوي في البرنامج ده إن في كتير جدا من الرياضات يتقال عليها مهضوم حقها إذا ما قورنت بكرة القدم. كالعادة كرة القدم هي معشوقة الجماهير في كل مكان في العالم، في كل دول العالم، هي اللي بتاخد دايما نصيب الأسد في يعني الشريحة الأكبر من الإعلانات ومن الدعم ومن سبونسرشيب إلى آخره. عشان كده إحنا يعني كنا متحمدين على عاتقنا من أول حلقة من حلقات البرنامج ده إن إحنا زي ما بنتكلم عن كرة القدم لازم نتكلم ولازم نلقي الضوء على كل الرياضات المختلفة، ولا سيما ان احنا عندنا ابطال كتير في مجالات رياضية مختلفة وفي العاب مختلفة وبنحب دايما نتكلم عنهم في برنامجنا، وده اللي هنعمله في الفقرة الحوارية الاولى النهاردة، وهنتكلم تحديدا عن منتخب القوس والسهم واخر انجازاته مع الاستاذة ريهام سويلم عضو مجلس ادارة اتحاد القوس والسهم اللي منوراني ومشرفاني في حلقتنا النهاردة. يا صباح الفل عليك. صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الاستاذة ريهام زميلة اذاعية ولكنها كمان يعني ده ما منعكيش عن ان انت تكوني عضو في الاتحاد ويعني طرف رئيسي في الحياة الرياضية. أنا عضو في الاتحاد المصري للقوس والسهم ونائب رئيس الاتحاد العربي كمان للقوس والسهم. أنت كنت بتمارسي الرياضة دي أنت شخصيا؟ لا قوس والسهم لا، أنا مارست رياضات كتير، أنا يعني طايرة وسباحة وكذا حاجة. أوكي. أو تنس يعني كله، لكن القوس والسهم هي جت كده بالمصادفة يعني. أوكي. إن يعني احنا بنغطي كل الالعاب، انت عارف احنا شباب الرياضه ما فيش طبعا. يعني ما شاء الله ما فيش لعبه ما غطيناهاش. اولا بالنسبه لي انا حتى الاولمبياد الحمد لله كلها غطيناها. وبرده نعرف الناس الغير مصريين اللي بيتابعونا، احنا بنتكلم على اذاعه الشباب الرياضه المصريه، الحقيقه دي تاريخ، احنا بنتكلم على تاريخ من قديم الازل وطول عمرها من المحطات الاذاعيه اللي ليها نسبه استماع مهوله وليها نسبه مصداقيه كبيره جدا عند المستمعين. حتى الضيوف اللي بيجونا بيقولوا لنا احنا جايين في بيتنا. أكيد. يعني انا ببقى جاي مرتاح وقاعد معاكم وبعمل انترفيو، لا طبعا. انا جاي في بيتي، فطبعا ده احساس بيخلي الضيف حتى لا وفكره ماسبيرو
بجلاله قدره يعني. ده برضه حاجه المبنى ليه هبه طبعا ان شاء الله يعني يبقى ليه هبه يظل دايما كده يا رب ان شاء الله باذن الله يعني. جميل. فالحكايه ما كانتش يعني جت نقدر نقول بالصدفه معاكي؟ لا يعني مش صدفه قوي، بس يعني طالما احنا في المجال الرياضي فبنبقى موجودين في كل لعبه وموجودين مع الناس، فالناس بيبقى ليهم يعني المسؤولين بيبقوا ليهم نظره في اختيار من يتحمل المسؤوليه او ممكن يبقى يسد في المكان ده زي ما بنقول. فيعني دكتور علاء جبر رئيس الاتحاد عرض علينا انا اكون موجوده مع التيم الجديد ومجلس الاداره اللي كان ساعتها بقى صحيحه بيتكون يعني. فتمام دخلت. هو ليها اتحاد مستقل ولا هي تابعه للاتحاد مثلا العاب القوه؟ لا 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 ملوش علاقه. كيان مستقل؟ لا لا ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه، هي لعبه لوحدها. معلش برضو عشان لا 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 اتحاد مستقل، ان هي لعبه مستقله لوحدها، هي قوس وسهم، هي لعبه قوس وسهم. قوس وسهم، فهي لا لا هي لوحدها كده. لا انا اللي سرحت. بس هقول لك حاجه عشان النقطه دي، عشان هي قريبه من حاجات تانية تندرج تحت بند الالعاب القوه. قصدي فده اللي خلاني بس انا لا بس العاب القوه حاجه تانية خالص. لا اللي هو زي رمي الجله وزي لا هو ممكن تبقى. لا هقول لك، احنا في مصر قوس وسهم ماشي. أوكي. في بعض الدول العربيه بتبقى مع اتحاد الرمايه يعني مثلا يقولوا. أوكي. الجمعيه مثلا مش بيسموا اتحاد قوي يعني، ساعات هم بيقولوا الجمعيه او بيقولوا ايا كان المسمى. بس بما معناه ان هو اتحاد ساعات الرمايه والقوس والسهم بيبقوا ليهم رئيس واحد، رئيس. أوكي. اتحاد واحد في بعض الدول ساعات. نقدر نقول ان هي من الرياضات اللي مهضوم حقها جدا جدا والله. طب الوضع ده بيتغير امتى وازاي؟ بيتغير بتحقيق الميداليات وتحقيق النتائج. طب ما انت من قديم الازل عندك رياضات كتيره بتحقق فيها بطولات وحاجات، تبقى وبرده كالعاده برده كره القدم هي اللي واخده. احنا كاعلاميين الغلطانين تفتكر؟ بص الاعلام مش بيحط الالعاب دي كلها اون سبوت الا لما بتعمل حاجه، سواء في الاولمبياد بتحقق او بتعمل يعني بتعمل ميداليات وتحقق مركز اول في اي بطوله انت داخلها. أوكي. دوليه سواء افريقيه سواء عربيه سواء في الاولمبياد يعني، فانت بيتحط عليك كده المنظار لما بتعمل حاجه، وبعد كده عشان بس نبقى صراحه لا بتتنسي شويه. وبعد كده بترجع تاني بتدخل بطوله. أوكي. فبتحقق جوائز وكؤوس ومراكز اولى، فبتحط برضو عليك يعني بتبقى كده تحت المظله، فاهم؟ هي قصه كده، واحنا ماشيين كده واحنا بنركز في الكوره اكتر. تعالي بقى نتكلم شويه عن الانجاز اللي اتحقق مؤخرا، و27 ميداليه مختلفه في البطوله العربيه، عايزين نعرف منك كواليس هذا الانجاز. بص هي كانت البطوله في مدينه او جزيره جربة في تونس، جزيره جميله جدا عندهم سياحيه. طبعا. ف يعني البطوله كان هناك، كان 10 دول مشتركه في البطوله دي. الكويت، قطر، الامارات، طبعا شمال افريقيا، الجزائر وتونس والسودان وليبيا، كل دول مشتركين، السعوديه اعتذرت، ومصر طبعا. احنا كنا رايحين بتيم فول تيم تقريبا، رايحين بفريق سيدات وفريق رجال وبيبقى فيهم مختلط وفريق. بص اللعبة دي مكونة من اتنين يعني، في ريكيرف اللي هو القوس الأولمبي، وكومباوند القوس المركب. اللي بيتلعب في الأولمبياد هو الأولمبي ريكيرف. أوكي. والكومباوند مش فرق ما بين الاتنين؟ لا شكل القوس وطريقة والشكل التارجت ويعني بيبقى. أوكي. الدنيا والتكنيك بتاع مختلف شوية. مختلف شوية فكان اللي معتمد هو الأولمبي، القوس الأولمبي. فاحنا كنا رايحين بدوده الاثنين، والحمد لله حققنا ذهب في ده وده، في الرجال وفي السيدات وفي الكومباوند في الريكيرف في المختلط في الفردي، الحمد لله ما فيش لاعب راح ما جابش ذهب. ما شاء الله 16 ذهب. طب احنا على الصعيد العربي واضح ان بسم الله ما شاء الله. طب عالميا عربي وافريقي؟ وافريقي طبعا كمان. طبعا هاي. احنا من اولى الدول، احنا على طول متصدرين افريقيا. أوكي. عندنا منافسه شديده جدا مع مصر، شمال افريقيا بينافسوا معانا، الجزائر قويه، الجزائر والمغرب وتونس الثلاثه. أوكي. الجزائر وتونس والمغرب يعني. أوكي. عشان يبقى بالترتيب. طبعا في منافسه شديده مع مصر، في كوت ديفوار بقى افريقيا السمراء، كوت ديفوار بتنافس، تشاد بتنافس. ليه بقول لك بعض الدول دي؟ علشان الاتحاد الدولي عنده سيستم انه ممكن يتبنى لاعب او ينتقي لاعب يجيبه ويقول له انا هاخدك من دلوقتي هتولاك حتى الاولمبياد. تمام؟ فهيفضل يدرب الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي للعبه. ف
فياخد اللاعب ده يقعده في معسكر و... بس هيلعب باسم بلده بطبيعه الحال. هيلعب باسم بلده بس أوكي. هو بس هو هيكون مدعوم بالظبط كده وبيتجهز من قبل الاتحاد الدولي بمعسكرات بمدربين عالميين باحتكاك طبعا بادوات عشان ده مهم جدا ادوات. فكل ده بيفرق مع اللاعب ان هو بيبتدي لسه بيكون بوتنشال او بيكون يعني ايه هم شايفين ان اللاعب ده ان شاء الله هيعمل حاجه في القادم في الاولمبياد ويفضل معاهم لحد الاولمبياد. طيب احنا كنا بنقول من شويه ان في 27 ميداليه اتحققت في البطوله العربيه الاخيره وحضرتك تفضلتي واشرتي ان تقريبا ما فيش لاعب كان مشارك في البعثه غير لما رجع بميداليه وذهب. فده معناه ان في شغل كبير بيتعمل. ولو بصينا على حجم الدعم اللي موجود في الاتحاد مثلا هل يتماشى مع الانجاز الكبير اللي اتحقق ولا عايزه تقول لنا ايه في هذا الاطار؟ هو طبعا بص طبعا نظرا للظروف واحنا عارفين كله لان الاتحادات بتبقى محتاجه دعم كبير وفي بعض الاتحادات بتبقى دعمها يعني اللي بنطلبه بنلاقيه بصراحه. بس هي القصه ان يعني على قد اللي عندك انت بتشتغل علشان انا لو عندي اكتر من كده هشتغل اكتر من كده. بس انا على قد اللي عندي بشتغل ف لا ومش بتشتغلوا بس ده انتوا بتعملوا انجازات كمان وبتحققوا بطولات الحمد لله لان يعني مع ظروف كمان الولاد اللي بيسافروا عايزه اقول لك ان هم مش متفرغين هم طلبه معظمهم وفي ناس تشتغل طبعا أوكي. لان انا ما عنديش سن يعني قوس السهم ملهاش لا يعني. ملهاش سن لكن في منهم طلبه يعني منهم مثلا بهاء عمرو اللي جاب ذهب فردي الاول على البطوله كليه الطب. فانا عايزه اقول لك ان هو كان بيدخل الماتش يعني ساعات في ايام بيبقى ماتشات طول اليوم بس بيبقى في بريك ما بين ماتش وماتش واخد معاه الكتب في الملعب وبيدخل الماتش يلعب ويرجع يقعد يذاكر وبعدين يلا عشان يا بهاء استعد علشان عندك يا سلام. وده اللي حصل يا سلام على يذاكر جميل. وبعدين يلعب يكسب وبعدين يذاكر وبعدين يلعب يكسب وبعدين يرجع يذاكر وبيدرس طب يعني طب وعنده امتحانات ومش عايزه اقول لك هو مضغوط ومش هو لوحده. الكلام ده مهم لكتير من الاهالي اللي بتكون متخوفه يعني عندهم مشروع بطل مستقبلي وهم عارفين ان ابنهم او بنتهم دول مشروع بطل او بطله مستقبليين بس البوم بياكلهم بقى على حته ايه الدراسه والشهاده والنوع ده من الامور اللي يتفوق ممكن في ناس اهي زي ما سمعنا في ناس تقدر تتفوق رياضيا وكمان اكاديميا ودراسيا فدي بص حاجه بقى هي مشكله في دراسيا دي مش قصه الاهالي بس يا كريم هي قصه الجامعات اللي اللعيبه بتبقى موجوده فيها وهم ما شاء الله متفوقين. انا بقول لك طب وفي جامعات تانية عشان ما تبقاش لا ده متكرر في رياضات كتير على فكره لا هو ساعات ان الجامعه شوية بتتعنت ان انت ما جيتش الميد تيرم ما هو عنده بطولة مش بيبقى في تنسيق بقى بين الجامعة ساعات بتبقى في تنسيق وكل حاجة وما فيش اي مشاكل أوكي. بس البعض ساعات بيبقى الدنيا عندهم مش فاهمين قوي ان او مش مستوعبين قوي لا انت ما جيش امتحان ازاي طب انا عندي بطولة فانا كلاعب احنا عالم احنا السلام الوطني اتعزف 16 مرة في هذه البطولة يعني فاهم يعني ايه 16 مره وعايزه اقول لك 16 مره والسلام الوطني اتعزف كاملا احنا عندنا ساعات بيبقى شورت كات مثلا بيبقى لكن دقيقتين ونص كل مره دقيقتين ونص عايزه اقول لك ان هم بيحكوا لي حلوه من وقت البطوله والله العظيم بيحكوا لي ان حتى اللاعبين اللي هو من الدول الثانيه على البوديوم لا مش بيبتدوا يحفظوا هم بيغنوا اوريدي معانا عايزه اقول لك حاجه لطيفه جدا احنا حفظنا الناس كلها السلام الوطني بتاعنا حقيقه يا رب دايما منتصرين وناجحين وعالمنا يعني بيرفرف طبعا هو ده اللي احنا عايزينه بس يخلي شويه باركوا من اللعيبه اللي بترفع علم مصر بره او في بطولات بره شويه موضوع الامتحانات التاجيل هم بيبقى ظروف ثانيه بيبقى غصب عنه ولا ما هو يا يروح ده يا يروح ده صحيح فهنعمل ايه؟ خلينا بقى نعرف الاهالي واولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين احنا حضرتك قلتي ان ما فيش لا حد ادنى ولا اقصى في الاعمار مش كده برضو؟ ايه المميز مش ادنى قوي عشان هو الطفل الصغير ممكن نبتدي معاه بقوس كده صغنن يعني انت لو شفت الاطفال يعني اصغر واحد تابع الاتحاد لا يعني 7 سنين 8 سنين بس بنبتدي مثلا 10 سنين أوكي. مثلا قول 10 بس في اقل طبعا في اقل متخيل بقى شكلهم هم واقفين على اللاين كلهم وقد كده وماسك القوس وبيرمي وبيروح يشوف التارجت هو عمل ايه يعني بجد شكلهم مفرح أكيد. جدا تبقى أكيد. انت عايز تقعد تتفرج بس الرياضه دي عايزه ايه عشان الواحد يتفوق فيها هل مجرد بس النظر الثاقب ولا ليها مفيش نظر ثاقب امال موضوع انت ممكن انت 70 متر فاهم ايه 70 متر بترمي على 70 متر ايوه ف
انت ممكن ما تشوفش، انت لازم يبقى جنبك سكوب او منظار علشان تشوف انت السهم جه فين. أوكي. او الكوتش بتاعك واقف ورا عشان يشوف انت ويقول لك اللي جاي انت او انت رميته يمين فوق شمال تحت. أوكي. فانت ساعات اللعيبه بترمي وتروح باصه للكوتش ورا. طب متطلبات بقى التفوق في الرياضه؟ بص، هي بس هي ليها حاجتين، حاجه في منتل، حاجه ذهنيه، وحاجه في الماسلز في العضلات. أوكي. انت كل ما بترمي ليك طريقه معينه وستايل معين وانت بترمي، فالماسلز بتاخد الميموري دي. أوكي. او الذاكره دي، فبتحفظ الوضع، انت الوضع بتاعك وانت واقف ازاي وستايلك ازاي وانت بترمي. أوكي. في نفس الوقت انت بتشغل عقلك وبرضه بتجهزه انت عاوز ايه وبترمي ازاي، فانت منتلي وبالماسلز الاثنين بالظبط، هما الاثنين. فالموضوع على فكره هي لعبه صعبه جدا وممتعه جدا في نفس الوقت. يعني ممتعه انت فاهم، انت اولا هي فيها حاجه، كل اللعيبه الاول والاخير والثالث والخامس والعاشر كلهم واقفين في لاين واحد. أوكي. فانت ممكن تيجي مع اول العالم وهو واقف جنبك. ماشي. أي. فكله بيلعب في وقت واحد. أوكي. وكله بيصفي في وقت واحد، بعد كده بتيجي بتبتدي الماتشات. نقطه الصف الواحد ده بيخلي عند اللعيب في احتكاك، ان انا شايف بطل العالم جنبي او الاول على البطوله بيلعب، شايف ستايله، شايف بيرمي ازاي. فطبعا الدنيا لطيفه جدا يعني. احتكاك من غير ما تعوز اساسا. صحيح. وبعد كده الماتشات بقى دي اللي محتاجه ثبات انفعالي كبير جدا. لان انت ممكن زي بقول لك في الاول هو لاين واحد، فانت ما حدش مركز عليك انت بس. طب. هو الناس كلها متشافه. اوكي. طب هتيجي على اللاينز بقى بعد اللاينز ما يخلص، هتيجي ماتش انت واللي قدامك، باللاعب الاول بيلعب الاخير، الثاني قبل الاخير. أوكي. انت كده فانت لو ما عندكش ثبات انفعالي بجد تعرف تخلص في الماتشات، هي الكلمه دي صح، تخلص في الماتشات، انت ممكن تكون بطل الابطال وجايب سكور عالي جدا في التصفيات الاولى وتيجي في الماتشات تهتز. لو انت اهتزيت خلاص الدنيا مش هتعرف تخلص، مش هت يعني. ولو خلاص هو عداك ممكن تجيب مثلا 10 10 6. اوكي. السته دي بتوقع. طبعا. فاللي جنبك لو ما عندوش ثبات انفعالي واثق من نفسه خلاص، مع 10 10 8 هو كسبك. بتفرق، مش بتفرق كمان بالبوينت، هي بتفرق بمكان السهم في التارجت. اوكي. ايه اللي اقرب لنقطه المنتصف؟ أوكي. يعني ممكن الاثنين في العشرة، بس مين الاقرب؟ مين السهم طبعًا. الاقرب في النقطه طبعًا. فمحتاجه تركيز رهيب. طيب فكره المعسكرات هل هي موجوده عندكم في طبعًا. الاتحاد؟ طبعا. هل بتصفروا اللعيبه يحتكوا، على ذكر الاحتكاك يعني، بلعيبه عالميين، او بتجلبوا مثلا، بتعملوا مباريات مثلا وديه يعني، بتمشوا الملف ده؟ لا، في معسكرات، هي ممكن لو في بطوله ممكن نروح قبليها شويه نعسكر، مثلا نعمل معسكر وبعد كده ناخد نلعب البطوله. ممكن يعني، هي بس هي مشكله المعسكرات قوي دي عشان الامكانيات الماديه. أكيد. هي مكلفه جدا جدا، وتذاكر السفر هتبقى مكلفه بالنسبه لنا، والقعده والاقامه والكلام ده كله. فاحنا بنستغل البطولات، احنا عندنا بطولات كتير الحمد لله يعني، فاللي بنقدر ان احنا يعني ننضم ليه ونسافر البطوله بتبقى بالنسبه لهم احتكاك حلو جدا. موضوع ان هم الناس تيجي هنا ده كان من مده كبيره جدا، كان عندنا سنتر بس خلاص هو ما بقاش موجود، فبيبقى صعب ان حد يجي لك، لان دخول الاقواس وخروج الاقواس مشكله كبيره أمنياً بقى في أمنياً. طبعا لازم تاخد تصريح ما ينفعش يعني، موضوع مش سهل ان انت تطلع تروح في حته وترجع تروح في حته، او حد يجي لك تستقبله، ده بيبقى صعب شويه، فده مصعب الموضوع شويه. لكن البطولات فرقت، وبعدين الفوز بيجيب فوز. والفوز بيجيب ثقه، فاحنا كنا لسه من شهر بالظبط في السليمانيه وطلعنا اول البطوله برده، وجبنا ما شاء الله ذهبيات كلهم ما شاء الله برده، بس كانت اندور. فاندور بالنسبه للعيبه اولمبيه بتلعب على 70 متر فجاه بتلعب على 18 متر، طبعا انت ممكن تقول ده ايه ده سهل جدا، انا برمي على 70، طب انا برمي على 18 خالص. اصعب بكتير. صعب. اصعب في ايه؟ صعب، انت متعود، ما انا قلت لك انت كده شايف المسلز اكتر، ما هو انت خد جسمك واخد على طريقه معينه، على رمي معينه، على مسافه معينه، بعد كده انت بترمي ايه ده 18 ده اهو يعني، زي أيوة انا قدامي السهم علشان ارميه صاله مغطاه. أوكي. غير ما بتلعب في ملعب كوره.
انتوا بالمناسبة بتستعدوا لبطولات ايه الفترة الجاية؟ عندنا ان شاء الله في سبعة او في اخر ستة، يعني عندنا برلين دي كاس عالم، مرحلة من مراحل كاس العالم. أوكي. دي لازم نشترك فيها طبعا. اللي فاتوا كانوا عربية، بطولة عربية. اللي جاي كاس عالم علشان التأهيل للأولمبياد، فعندنا برلين. الرياضة دي موجودة في الدورات الأولمبية. ما انا بقول لك الريكيرف عندنا. أوكي. القوس الأولمبي هو ده اللي بيلعب في ده. فعندنا برلين المفروض ان احنا نشترك في المرحلة دي، ومسافرين ان شاء الله بإذن الله رجال وسيدات. وبعد كده عندنا البطولة المؤهلة للأولمبياد في تونس أفريقية. أوكي. ودي اللي هو من أول برلين اللي هيجيب الرقم المؤهل هيبقى خدنا مكانة. مصر ليها كوتا اتنين. أوكي. ولد وبنت، مهما عندي 20 لاعب جابوا الرقم. أوكي. هم مكاننا بس ولد وبنت. أوكي. واللي بيتأهل من أفريقيا دولتين فقط. فشراسة نفسها جديدة طبعا جدا جدا، بس الحمد لله احنا كل مرة بنتأهل الحمد لله يعني. أوكي. لكن يعني احنا جبنا الرقم على فكرة في البطولة دي. أوكي. ولاد وبنات يعني. يوسف تربة جاب 644 ما شاء الله عليه، وندى عزام جابت 605. بس هي قصة ان لم يسجل لان دي مش مؤهل يعني، دي مش معتمده. دي ما اتحسبتش من اول برلين وبعدين تونس الافريقيه، وبعد كده الكالندر الجديده بقى في 2024 حتى شهر 7. احنا هنفضل نشترك في بطولات كتيره لحد شهر 7 علشان ان شاء الله ان شاء الله نجيب الرقم المؤهل عشان نسافر الاولمبياد. الرياضه دي من الرياضات اللي فيها احتراف. لو عايز تسافر تروح تلعب باسم حد. بس بتبقى رغبه شخصيه، مش روح بقى العب في يعني. هي بتمارس في الانديه بنطاق كبير، بنطاق واسع. بتمارس في الانديه بس مش في كل الانديه، لان ليها مواصفات معينه. الملعب ليه مواصفات معينه. اكيد ملعب كوره اولا. ملعب كوره ماشي، فلازم تبقى عندك ملعب كوره. ثانيا وده الاهم، مؤمن. يعني ايه مؤمن؟ لان انت بترمي السهم على التارجت، السهم ده ما ينفعش يعدي بره التارجت يكون في حد يعني، وانت بترمي ما ينفعش يكون في حد ورا التارجت معدي. أوكي. فلازم في ظهر التارجت كلها او الاهداف كلها مقفله، فلازم يكون يعني ما ينفعش ملعب في النص في الوسط ويكون حواليه ملاعب ثانيه. لا، لازم الملعب يكون يعني ليه مواصفات معينه. طبعًا مش اي نادي يقدر يعني يلعب، ومش اي حد يعني. ما هو لازم برضو يكون. طب الانديه الابرز في عندنا الرياضة عندنا وادي دجله، عندنا الصيد. الصيد طبعا اكبر طبيعه الحال يعني. الصيد لان ده معظم المنتخب منه طبعا، لعيب المنتخب منه يعني، ده قوام المنتخب من الصيد. أوكي. وادي دجله، الشمس، المؤسسه العسكريه فيها ثلاث انديه ما شاء الله. الشرطه عندنا ما شاء الله يعني، احنا عندنا انديه كتيره جدا جدا بتلعب. لانه بيبقى عندهم نفس اللي احنا قلناه، ملاعب ومواصفات، وده بيبقى شيء كويس يعني. وان شاء الله هنفتح لسه في اماكن كتيره جدا. فيما يتعلق بقى بملف صناعه البطل، واكيد انت بحكم يعني وجودك في الحياه الرياضيه وانتمائك للاتحاد، انت اكيد لمسه واخده بالك ان بقى في توجه عام لصناعه البطل. أكيد. صناعه ابطال مستقبليين، وده معناه بطبيعه الحال دعم وتسديل العقبات قدام اي مشكله تخص قطاع الناشئين. فعلى صعيد الرياضه دي ايه اللي حاصل في هذا الاطار؟ طبعا احنا يعني قلت لك احنا عندنا منتخبنا، منتخب الرجال والسيدات ده. الف عندنا منتخب ب بقى. اوكي. مدير فني بيبقى احنا بنعمل بطولات كل شهر تقريبا او شهر ونص. احنا مش عندنا بطوله الجمهوريه ونص، عندنا بطوله السهم الذهبي والسهم الفضي والسهم الماسي وكده. وعندنا بطوله اللي جايه السهم الماسي الجمعه الجايه والسبت. ف المديرين الفنيين بينتقوا من هذه البطوله، لان هي بطوله كل السنين يعني. بقول لك بنبتدي من الاطفال وحتى العمومي اللي هم بقى ايه، بس بيلعبوا طبعا بانديتهم يعني بعيد عن المنتخب. ف انت بتنتقي من هذه البطوله بشكل الولد اللي هو بتحس ان هو بوتنشال، ان هو عنده ان شاء الله ممكن يعمل حاجه. السكور بتاعه يبقى فارق عن كل زمايله، مسكته للسهم، الستايله كده. عاملين منتخب به ان شاء الله، وبنحاول ندخلهم يحتكوا بمنتخب مصر. منتخب مصر بيتدرب ديلي، وكل شويه بتعمل سلكشن للمنتخب يعني. سلكشن هو بيلعبوا كلهم مع بعض وتنافس، شوف مين اللي جاب السكور الاعلى. الاعلى طبعا بالظبط. فبنلعبهم معاهم
بحيث ان هو يعني يبقى هو ولاعب منتخب مصر معاه يحتك بيه وياخد خبرات اكتر. فلا احنا الحمد لله ماشيين في خط موازي مع بعض يعني ان شاء الله. ان شاء الله القعده اللي جايه اللقاء اللي جاي بينا ان شاء الله نناقش فيه بقى وقتها ونتكلم عن النجاحات اللي انتوا هتحققوها الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جزيل الشكر نورتيني وشرفتيني وبتمنى لك كل توفيق. ميرسي جدا وكنت سعيده ان انا كنت معاك. شكرا جزيلا. طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل ثاني ضيوفنا في ثاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معنا. يا اهلا بكم مره ثانيه. طبعا النادي الاهلي توج بالسوبر المصري رقم 13 في تاريخه، يعني بطوله جديده للنادي الاهلي في هذا الموسم، ولسه ان شاء الله مستمرين على المنافسه بكل قوه على لقب الدوري وكمان لقب دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا. وده قدر النادي الاهلي كالعاده، طبعا المنافسه المستمره على كافه الالقاب والمشاركه في كل البطولات. تعالوا نتكلم عن تفاصيل لقاء السوبر والاستعدادات لما هو قادم ان شاء الله مع ضيفي العزيز اللي منورني في ثاني واخر فقراتنا الحواريه كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس مرمى شباب النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا نجم ومليون مبروك. مليون مبروك علينا وعليك ولكل جماهير النادي الاهلي، ودايما بكون سعيد ان اكون موجود معاك يا نجم دايما وفي قناه النادي الاهلي في بيتنا وفي مكاننا. وطبعا بنحتفل مع بعض بكاس السوبر مع بعض، وكان لقاء فعلا يليق بالنادي الاهلي صائد البطولات. حلو. اللقاء ده بقى شفته ازاي؟ ايه اللي عينك راحت عليه وايه الحاجات اللي لفتت انتباهك ونظرك في الماتش ده؟ هو بص طبعا كابتن كريم، طبعا في حاجات كتيره كويسه في المباراه ديت، لكن انا نتكلم على الشناوي اكتر شويه. ده احنا جايين له. أيوة. بص اخر الشناوي اصل بحكم التخصص لازم اتكلم مع حضرتك عن الشناوي، وخصوصا تصديه الرائع لكثير من الهجمات، بس عنده الناس كلها وقفت عند هجمتين بصفه خاصه. أيوة. واكدتين تمام لا يدع مجال للشك. صح صح. فرايحين للشناوي رايحين رايحين للشناوي. بس نتكلم عموما بشكل عام، شفت الماتش ازاي؟ انا شفت ان المدرب ما شاء الله حط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس جدا. على ادواته بشكل كويس جدا. لعب المباراة وعينه على الترجي برضك، بدأ يريح بعض النجوم علشان ضغط الماتشات، لأن طبعا طالعين من ماتش صعب جدا من المغرب تحت ضغط جماهير عالي جدا طبعاً. وكان أداء رجولي من اللعيبة، لعبوا 90 دقيقة أبطال فعلا، عملوا 90 دقيقة بطولية في الأجواء ديت مع حكم. أنا شايف من وجهة نظر الحكم بتاع ماتش الرجاء يعني ما كانش في مستوى الحدث بشكل كبير جدا، لكن ابطال النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي قدروا يعدوا الماتش بقوه وباسم النادي الاهلي وتحدياته دايما. عملنا مباراه كبيره جدا تليق بالنادي الاهلي، فطبعا اللعيبه جت منهكه، وبعدين انت طبعا هتلاعب منافس بتبدا تشتغل عليه لمده المنافس اتغير المنافس اتغير قبل الماتش ب 48 ساعه وكان بنسبه كبيره انت مش متاكد هيلعبوا ولا مش هيلعبوا يعني انا كمدرب برضك قاعد مستني. صحيح. لا على اللاعب هنا على اللاعب هنا. طبعا. فالموضوع برضك بيشتت اي مدرب يعني. ناس كتير شافت ان كولر كان متوجه الامارات وهو معاه خطتين او سيناريوهين مختلفين طبقا ليه هيلاعب مين. صحيح صحيح. بس هو مدرب كبير هادي يليق بالنادي الاهلي، يعني من سلسله المدربين اللي هم ان شاء الله يعملوا تاريخ كبير في النادي. طبعا النادي الاهلي بمن حضر دايما بنقول كده، والنادي الاهلي اي مدرب ان شاء الله يقدر يعمل معاه نتائج كويسه، لكن الراجل ده السويسريين انا عايش في سويسرا شويه ليهم طابع خاص شويه ان هم جد جدا بيشتغلوا بالورق والقلم، بيهتم جامد جدا، حتى تلاقيه طول اللقاء مع قلمين احمر وازرق. هم ملوك الدقه مش أيوة. ملوك مش ملوك الساعات. فلما تلاقيه ماسك القلم الاحمر يبقى اكيد بيدون حاجه فيها مشكله. يعني دي تركه كده هو بيعملها. لما بيمسك القلم الاحمر يبقى اكيد في عنده حاجه بيكتبها ملاحظه، مش القلم لزق يبقى اكيد في ايجابيات. أيوة. اكتر. لكن الراجل لما بدا يحط تشكيلته، يعني لما نزل احمد كوندوسي كان مفاجاه للناس كلها. احمد عمل الجيم كويس جدا من الناحيه الهجوميه، ادى بشكل كويس جدا، يعني هو كان مفاجاه بالتشكيل بالنسبه لناس كتير، هو ومحمود متولي، لكن الاثنين ادوا بشكل قوي جدا. وبنقول الحمد لله على السلامه محمود متولي، لانه بقاله كتير ما كانش بيلعب. فلما تلعب 120 دقيقه تحت ضغط جماهير لسد مقفول وماتش ببطوله، وكون ان الماتش الاخر ثانيه يعني بينج بونج رايح جاي، فطبعا دي يعني وكان في نديه الحقيقه وكان طبعا في تنافسيه من فعلا من افضل ماتشات السوبر اللي اتلعبت. صحيح. لان ماتش فيه فنيات وتكنيك عالي جدا،
طرق اللعب اتغيرت كذا مره من عند الفرقتين. هو تحفز بيراميدز، خد 14 دقيقه اشتغل فيهم، كان رجلهم الاول محمد الشناوي، وبعد كده بدا النادي الاهلي حط ايده على زمام الامور من اول ثانيه، بعد كده لاخر ثانيه، حتى الماتش اللي الشوط الاضافي الرابع النادي الاهلي كان مسيطر على الماتش ومضيعين، ولينا ضربه جزاء في اخر الشوط الرابع حسين الشحات 100% ضربه جزاء، مفيش حد غير اي حكم معدي، ولينا طرد طبعا في الشوط الاولاني بتاعت علي جبر دي اللي جت في ايده دي، وهو كان واخد انذار لان هي بيقول لك ايده ما طلعتش، ايده طلعت وغيرت اتجاه الكوره، الكوره راحت في اتجاه المرمى اتغيرت اتجاهها. هو المقياس والمرجعيه هنا ان الكوره اتغير اتجاهها ولا مجرد انها تلمس اي جزء؟ هو لو كان الايد في محيط الجسم اوكي، لكن طالما الايد طلعت عن محيط الجسم وغيرت اتجاهها، يعني انا الكوره رايحه جون ورحت عامل كده وخبطت في ايدي، ما هي كانت رايحه جون، فخلاص هو المفروض كان ياخد الانذار الثاني، لكن برضك الحكم تغاضى على الانذار الثاني وادى ادفانتج لبيراميدز انه يلعب الماتش كله كامل. لكن من الطبيعي ان كان علي جابر التالت في اللعبه دي وبتاعت احسن. هو الماتشات دي ساعات بيبقى لها برضو ايه حساباتها الخاصه، يعني بيبقى مقبول في بعض الاحيان لاعتبارات ثانيه غير اللي بتحصل في ارض الملعب، في امور معينه لازم تراعيها عشان الصوره العامه. هو المفروض مش كده، فرقتين مصريين على ارض اماراتيه بيلعبوا على كاس، يعني فاهم قصدي؟ يعني أيوه. في حاجات ممكن تحط، يعني قصدي حضرتك ان الحكم يعني لازم يعني يكون في مشاكل، وخصوصا خلي بالك برضو ان كان في اكتر من لقطه كان في حساسيه واضحه، يعني كان في تنشنه وكان في عصبيه وكان في حاجات زي كده، ده ان النادي الاهلي لسه كسبان بيراميدز قريب والماتش كان صعب عليهم طبعا. وطبعا هو بيلعب نادي القرن، نادي كبير، وهو نفسه يحصل على بطوله طبعا. عنده لعيبه بملايين صحيح. لكن لسه في نهائي الكاس احنا كسبانينهم، فطبعا هم اللعيبه نازله مشدوده جدا بتوع بيراميدز ان هو نفسه يكسب النادي الاهلي، وطبعا الموضوع صعب مش سهل ان تكسب النادي الاهلي، فهو ده اللي مخلي الموضوع كده، وهو نفسه ياخد بطوله، وطبعا رئيس النادي بتاعهم اماراتي، فطبعا هم عاوزين يقدموا له البطوله لان في الامارات، وهم لسه طالعين من افريقيا ونتائجهم مش احسن حاجه، يعني جايين مش بحافز، جايين بمليون حافز أيوه. هم عايزين يفوزوا يعني طبعا. عشان كده الماتش طلع صعب وطلع ماتش ممتع في نفس الوقت. هو صعب عشان هم بيلعبوا النادي الاهلي، صعب عليهم، لكن ممتع لان طبعا النادي الاهلي بيلعب كوره جميله، كوره اوروبيه على ارض اماراتيه، الجو والجمهور كل العوامل دي عوامل تنجح اي حاجه صحيح. يعني انت قاعد بتتفرج في البيت مستمتع جدا طبعا، مليون في باللقاء، مستمتع بالاجواء طبعا، المباراه والملعب والتصوير وكل حاجه الحقيقه ايوه، والمباراه في الاجمالي بتاعها كتكنيك وفنيات واداء ممتازه يعني صحيح. يعني بردك بيراميدز قدم مباراه كبيره يعني أكيد. في الاجمالي يعني. تعالى بقى نقف شويه عند الشناوي ايوه، والتالق اللي كان عليه الشناوي كالعاده، يعني الحقيقه يعني سد منيع يعني حقيقي، هو في زي ما حضرتك ان حارس المرمى في بعض الاحيان بيشكل نص الفريق، ما فيهاش مبالغه على فكره. بص يا كابتن كريم، انا اقول لحضرتك حاجه، كلام حضرتك مظبوط جدا، هو المباراه دي تحديدا والمباراتين اللي قبلها اخر ثلاث مباريات دول الشناوي عملهم بوضعيه فوق العالميه. ليه بقى؟ لان هو كان قبل كده مشدود شويه صحيح. من كتر المباريات، يعني الناس هجمته، لكن في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه. يعني في علم التدريب لازم الجهاز العصبي شويه يقلل مجموعه القرارات اللي بياخدها. ازاي؟ يعني انا باخد مجموعه قرارات قويه كتير 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 كتير، زي التليفون بتاع حضرتك كده لما تقعد تديله حاجات كتير بيهنج طبعا. فهو كان محتاج ياخد راحه شويه زي ما النادي الاهلي عمل، وقعده لاعب علي لطفي في ماتش الدوري. من اول المباراه دي حضرتك تحس ان الشناوي رجع تاني بقى من اول وجديد، الجهاز العصبي عنده استوعب وبدا ياخد مجموعه قرارات، الاليه في الاداء اتغيرت بشكل كبير جدا لانه خلاص رجع للوضع الطبيعي بتاعه، رجع القرارات بتاخدها في التمرين يقدر يعملها في المباراه، زي اللقطتين اللي حضرتك اتكلمت عنهم، في واحده في الدقيقه 70 و15 ثانيه صد اسطوريه، يعني المساحة والزمن بين الكرة والمهاجم والحارس، مساحة وزمن يعني صعب ضيقين جدا ان حد يقدر يعمل الرياكشن اللي عمله الشناوي. أولا الكرة المساحة بينه وبين المهاجم قليلة جدا صحيح،
الزمن بينه وبين الكوة قليل جدا. فدي المساحة والزمن لما يجي تحطه في الحتة ديت عشان يعمل رد الفعل دوت، محتاج ان انا الآلية في الأداء من التدريبات والحاجات اللي بتستدعي. لا، وقرار يتاخد في كسر من الثانية ان انا اكون بالوضعية دي عشان ابقى قافل الزوايا كلها على المهاجم. لا، ده اللي في الدقيقة 70 دي أصعب كورة ممكن تقابل حارس مرمى في حياته. اللي هي الكورة لما اتعملت بالعرض وراجل المهاجم وحاططها على يمينه وبينه وبين اللاين بتاع خط المرمى، يعني فنته يعني حاجة، وهو بصوابع ايده. حتى التكنيك بتاع التشتيت تكنيك نموذجي، صح، مش عشوائي خالص. لان هو لو التكنيك بتاع التشتيت اللي هو لما بيجي يطلع الكرة دي في الحتة دي، لو هو عملها ببطن ايده من هنا ترد في الملعب، ترد لنفس اللاعب نفسه تاني، هتبقى هيتعمل عليها فولو وما يبقاش فيها انهاء الهجمة. وهي الحاجة الاساسية بالنسبة لاي حارس في الدنيا هي انهاء الهجمة. طبعا، فطبعا هو لما لو حطها في العمق تاني الهجمة هتفضل مستمرة. طبعا، لكن لما هو صدها وحطها على الطرف البره نهى الهجمة بشكل نموذجي. صحيح. يبقى هنا المساحة والزمن اشتغل عليهم بشكل كبير جدا، قوة الانفجارية اشتغل عليها بشكل كبير جدا، اللي هي التك تك اللي هي اصعب حاجة في كرة القدم بالنسبة لأي حارس. نيجي للقطة الثانية اللي هي في الدقيقة 113، انفراد تام لدودو الجباس، وطلع هو عمل صدة النجمة. طبعا، دي محتاجة أولا الرشاقة والمرونة عنده تكون عالية جدا. صحيح. الرياكشن بتاعه يكون عالي جدا. التمركز، في حاجة اسمها في حراسة المرمى التمركز الطولي والتمركز العرضي. التمركز الطولي اللي هي الكورة لما تبقى في نص ملعب المنافس لازم أكون أنا واقف فين، والكورة لما تخش نص الملعب بتاعي لازم أكون أنا واقف فين، عشان لما تتعمل كرة طويلة في ظهر المدافعين أو ظهر الباكين لازم أكون أنا عامل بخط مائل مع الكورة عشان أكون قافل بشكل مثلث. رأس المثلث هي الكورة، أنا بسهلها للناس. أيوة. يعني أنا كحارس المرمى يكون رأس المثلث هي الكورة، قاعدة المثلث رجليا وجسمي. تمام؟ والوضعية دي لازم تتاخد في كسر من الثانية. أيوه، والوضعية دي صعبة جدا. طبعا. جدا جدا. نيجي نقول ليه هو آخر ثلاث مباريات وصل للتكنيك العالي ده جدا والأداء الفني اللي وصل له الشناوي بالشكل الكبير ده. في عوامل وصلته لكده. أكيد. العوامل إيه هي؟ أنا لما خدت ماتش الدوري استريحت شوية، بدأت أفصل. لما نيجي نشتغل على التكرارات بتاعة الأداء في التدريبات بنشتغل عشان نوصل لحاجة اسمها الآلية في الأداء. عشان نوصل للآلية في الأداء دي نوصل لها إزاي؟ لازم ندي مجموعة قرارات ونقدر نحفظها في كارت الميموري بتاع المخ عشان نستدعيها في الوقت المناسب. زي ما ده مدي لحضرتك مثل بسيط عشان الناس تفهمنا. حضرتك لما تيجي تسوق عربيتك، حضرتك بتيجي تقف في اشاره او بتيجي تقف، حضرتك بتقول لرجليك دوسي فرامل؟ لا. ليه؟ هي عارفه لوحدها. ليه؟ عرفت ليه لوحدها؟ بالتكرار. تمام. هنا عملنا عمليه تكرار للاداء، عمل عمليه التكرار دوت عمل حاجه اسمها الاليه في الاداء. خلاص الجهاز العصبي استوعب ان انا لما اجي عاوز اقف عند اشاره رجليا لوحديها بتضرب فرامل بتقف. لو انا كارت الميموري بتاع المخ ده اتملى بشكل كبير، يعني بدات اخد قرارات كتير كتير كتير، لما اجي اضرب فرامل يضربها متاخر، يضربها بدري شويه، يا ما اضربهاش. وارد وارد، صح. طبعاً. لكن طبعاً. انت بتبقى قاعد مع حد جنبك في العربيه بتتكلم معاه وتلاقي الاشاره، تلاقي نفسك لوحدك. صحيح. ضربت فرامل لان انت خلاص من كتر التكرارات في التدريب خلاص استوعب الجهاز العصبي، بدات تستدعي منه القرار من غير ما تقول. خلاص الجهاز العصبي بيدي للجهاز العضلي القرار، دوس فرامل في الحته دي بيدوس فرامل. بس الحدوته دي يعني انا بسهلها بس عشان لا انا فاهم. لا ما طبعا بالعكس، التوضيح اللي حضرتك وضحته ده يعني بين الصوره بشكل مبسط، بس هي الفكره في ايه؟ هو حارس المرمى نظرا لان هو حارس المرمى فبالتالي جزء كبير جدا من مسؤوليه اي هدف هيدخل في مرماه هو اللي هيتحمله بطبيعه الحال. أيوه. فده بيستدعي من ان حارس المرمى يكون عنده ثبات انفعالي. صحيح. اعلى من غيره، قدره على اتخاذ قرارات مصيريه وبسرعه اعلى من غيره. يعني اللعيبه لو حد اخطا وارد او هيتدرى في وسط زمايله الدنيا هتتلم، لكن حارس المرمى تحس ان الجماهير كلها قاعده له بالمرصاد، فده بيحتاج تأهيل نفسي مختلف عن بقية اللعيبة. طبعا طبعا. وهنا ليه حراس المرمى ليهم مدرب لوحديهم؟
ده ردا على السؤال ان هو عنده ثلاث حراس او اربع حراس بيشتغل عليهم. أي. عشان كده دايما مدرب حراس المرمى بيعتبر تيم جوه تيم. يعتبر تيم جوه تيم. ليه بقى؟ لان هو بيشتغل على العوامل النفسيه والعوامل البدنيه والشغل التكتيك ويجيب الاخطاء بتاعت المباراه اللي قبليها ونبدا نشتغل عليها عشان المفروض ان ما يبقاش في اخطاء متكرره بالنسبه للحارس او المدرب. لو في خطا متكرر يعني مثلا انا بطلع على كوره عرضيه دايما بتقع مني هنا في غلط في سيستم التدريب. اوكي. لما انا اجي دايما اتعامل مع المنافس بعصبيه جامده جدا او بتكلم مع الحكم بعصبيه جامده جدا هنا في تقصير من المدرب ان هو ما بيأهلوش للمباراه بشكل كويس. هنا هيبقى في جمهور جامد جدا والجمهور ده مش على ملعبي غير لما اكون على ملعبي. لما العب على ملعبي الجمهور 90% هيبقى معايا. لما اجي العب في المغرب او العب مع مثلا الماتش الجاي مع الترجي في تونس الجمهور هيبقى 90% مش معايا. هنا بيختلف التأهيل النفسي. هو الحمد لله رب العالمين هي جت من عند ربنا ان الماتش الذهاب بتاع الترجي مش هيبقى فيه جمهور اساسا طبعا. أيوة. عشان العقوبات الموقعه عليه. لا انا بود على حضرتك بتتكلم على المبدا بشكل عام. هنا لما بقى انا كمدرب لما اجي اتكلم مع كابتن كريم احنا هنا هنلعب بره ملعبنا هنا في شغل فني ونفسي مختلف عن انا بلعب جوه ملعبي. انت هنا جون منتخب مصر وجون النادي الاهلي مطالب دايما ان انت ما تخطاش. دي حاجة مفزعة على فكرة. أيوة. الواحد والله العظيم بكلمك جد ده عبء نفسي وتقل على الأكتاف مش طبيعي. مسؤولية كبيرة جدا جدا. أنت حضرتك هنا كراجل يعني طبعا حضرتك ليك اسمك وليك تاريخك وراجل نجم في الإعلام بقالك سنين يعني بس لما حضرتك بتقعد هنا في القناة بتتحمل مسؤولية كل حاجة حضرتك بتقدمها أو كل كلمة حضرتك بتعملها صح؟ شوف عشان أجاوبك الموضوع إجابة. صعب ولا سهل؟ أقول لك كلمة حق يعني زي ما حضرتك بتقول انا بقالي دلوقتي فوق 26 سنه في مجال الاعلام لكن في حاله قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الوضع مختلف تماما عن ال 26 سنه اللي فاتوا من عمري المهني لان احنا بنتكلم ما هو دي برضه حاجه مفزعه. احنا مش بنتكلم على جمهور عادي خالص على فكره. أيوة صح. لا كما ولا كيفا. أيوة. فبطبيعه الحال ده بيستدعي برضه احساس بالمسؤوليه لازم يكون موجود عند الواحد. فما بالك بقى في حاله الشناوي مع فرق الامثله بطبيعه الحال. لكن ايه ده يعني ايه الثبات الانفعالي ده؟ شوف حضرتك انت هنا لما بتطلع من الحلقه هتلاقي الجمهور بيقابلك وهيقول لك تفاصيل الحلقه. صحيح. نقطه نقطه ودقيقه بدقيقه. طبعا. صح طبعا. هنا لما نيجي نتكلم على اللعيب بقى يعني انت ممكن يكون عندك مساعدات خارجيه لكن اللعيب ما عندوش اي مساعدات. طبعا. هو من اول صفارات الحكم من نهايه صفارات الحكم متحمل المسؤولية. هو اللي بيعتمد على القرارات اللي بياخدها. طبعا. امتى هيطلع امتى هيقف التحركات بتاعته والشغل بتاعه. فمن هنا الفرق بين اللاعب النجم واللعيب الدولي واللعيب المحلي واللعيب الموهوب واللعيب المصنوع. هنا في فروق فرديه. ما بيقول لك لما بيجيب لعيب مثلا بيبقى منور جامد جدا في فرقته ويجي يلعب في الفرق الكبيره ممكن ما ينجحش. وده ليه؟ حصل قبل كده. حصل كتير جدا. أي. ليه بقى؟ لان هو مش متعود على الضغوط العصبيه مش مؤهل للضغوط العصبيه. طبعا. مع اول ضغوط ده عصبيه ده في مدربين ما بيقدروش يتحملوا الضغط ده. صحيح. مش بس لعيبه في حراس كتير. انا طبعا لسه جاي حاليا من نادي الوطن السعودي كنت في تجربه في السعوديه وكده يعني انا قابلت مدربين كتير واشتغلنا كتير. في مدربين لما بتيجي تشتغل تحت ضغوط زي ما حضرتك قلت كده بيحصل لها مشكله في التغيير بيحصل لها مشكله في اختيار الفرقه لان ممكن السوشيال ميديا والضغوط العصبيه ليجي يحط ياسر يقول لك لا طب ليه ما حطيتش كريم. لو هو المدرب هنا ما عندوش الشخصيه وما عندوش الابداع وما عندوش الثقه هيبدا يمشي هنا وهنا وهنا. طبعا. لو انت حبيت تحط تشكيله هتحط 30 لعيب مش هيخلص هتحط 30 لعيب. فانت لازم لما تشتغل انا كنت اشتغل مع كابتن اسامه عرابي اشتغلت معاه حوالي 14 سنه. لما نيجي نتفرج على فرقه على لعيبها في الدوري الممتاز ما يشغلش الصوت يقفل الصوت ونقعد نحلل من غير صوت. اوكي. يقول لي عشان ما احطش المذيع يحط لي تحت ضغوط تخليني تنطبع عليا ان انا اخد قرارات بناء على كلامه هو مش على رايي انا. ايوه. فدي وجهات نظر مدربين. اشوف ده بقى اشتغل مع النادي الاهلي وخد مع النادي الاهلي بطولات كلاعب وكمدرب وحاليا بيحلل. فانا بكلمك على فكر بتاع الضغوط. لا والزمن اللي كان بيلعب فيه للنادي الاهلي يا خبر. أيوة. ابيض على الحلاوه والجمال. بص كانوا زمايله مين وقتها. ايوه. جيل رائع حقيقي. لما تيجي تتكلم مثلا على الكابتن حسام البدر حاليا لسه كسبان صفاقسي كسب امبارح. ايوه. وقبلها بيومين كسب الترجي.
شوف النجاحات اللي عاملها بره. ليه؟ عشان هو كان مع النادي الاهلي، فلما يشتغل في الجزائر الموضوع مش سهل خالص. الناس مش عارفه موضوع ان انت تشتغل في الجزائر او تونس، ضغوط عصبيه غير طبيعيه. خاصه كمان عنده يعني عنده حرفيه التعامل مع الضغوطات، اللي هو اتعرض لفترات مش قليله لضغوطات مش قليله. هاي وكذلك كابتن محمد يوسف، دول كلهم ابناء النادي الاهلي. طب. حاليا في نادي النفط العراقي. أي. عامل نجاحات كويسه جدا، كسبان امبارح. قصدي اقول لحضرتك ان مش كل كواليتي المدربين ولا كل كواليتي اللعيبه ينفع يلعب في النادي الاهلي او مارس النادي الاهلي او يشتغل في النادي الاهلي. صحيح، مليون دي ليها ضغوط معينه وليها سيستم معين تقدر من خلاله يعني تنجح في النادي الاهلي او ما تنجحش. مظبوط. فهي دي النقطه المهمه جدا. طب تعال بقى نتكلم شويه عن ما هو قادم، وعندنا ماتش، تعال نتكلم شويه تحديدا عن لقاء الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي، وبرده توقعاتك ايه، مخاوفك ايه في حال وجود مخاوف. طبعا هنتكلم الاول الترجي في مجموعته. الترجي في مجموعته هو حقق 10 نقاط من 5 مباريات في مجموعته. أي. تمام. ليه انا جبت مجموعه الترجي؟ كان معاه شباب بلوزداد، وكان معاه الزمالك، وكان معاه المريخ السوداني. ليه انا جبت المحضره؟ عشان اقول لحضرتك هو في نهايه البتاع، هو طالع اول مجموعته، يعني ماتش مش سهل خالص. فرقه الترجي مش في احسن حاله دلوقتي. يعني كنت بكلم المدرب اللي انا كنت شغال معاه اسمه احمد لطرش، هو ترجاوي يعني. اوكي. فامبارح بقول له احنا هنكسبكم. فبقول له احنا هنكسبكم كتير. فهو قال لي ايه؟ قال لي هو الترجي مش في احسن حاله دلوقتي، لكن بالترجي ما تأملوش في البطوله الافريقيه. يعني انا طبعا، وطبعا العقوبه زي ما حضرتك قلت، اي فرقه من فرق شمال افريقيا ما تأملهاش في البطوله الافريقيه. بالظبط كده. وتمام. وكمان موضوع الجمهور دوت، يعني هيبقى ان شاء الله عامل مساعد للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن النادي الاهلي منهك. النادي الاهلي طالع من المغرب على كاس السوبر، على الترجي، كلها ماتشات صعبه جدا. فالنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه الماتش الجاي، يعملوا استشفاء بشكل كويس جدا. لكن انا مش قلقان من موضوع الترجي. برضو عارف حضرتك بتتكلم عليه ده مشكله ازليه في الفتره الاخيره. هو كانه قدر النادي الاهلي يطلعوا من بطوله على بطوله ويقضوا الوقت الاطول من اعمارهم في المطارات وفي الطيارات رايحين من والى بطولات مختلفه. هو دوت اللي مخلي النادي الاهلي، هو يعني النادي الاهلي بلس 90، النادي الاهلي يعني بس احنا بنتكلم على بشر، يعني بنتكلم على بني ادمين في الاخر. هو ده اللي مش كده يعني، فاهم قصدي؟ والله العظيم كتير جدا حقيقي. بص يا كابتن كريم، هو ده احنا عايزين لكل لعيب 2 3 دوبلريات يعني ينزلوا مكانهم بعد كده. بص، هو ده اللي نرجع تاني لموضوع نفس اللي اتكلمناه على الشناوي، ان هو الجهاز العصبي بتاعه يعني بيتحمل بقسوه جامد جدا في الفتره اللي فاتت، ان ضغوط الماتشات والجمهور والضغط العصبي والشناوي مش لازم يخطئ. نفس الموضوع على اللعيبه. فاللي هو عمله المدرب الماتش اللي فات ان ياسر ابراهيم ما لعبش سواء مصاب او مش مصاب. أيه. وبعد كده طلع محمد هاني وطلع احمد عبد القادر وطلع محمد شريف، طلع حسين الشحات ونزل حسين الشحات، يعني بيعمل تغييرات في الفرقه كتير. التغييرات دي بيدي نفس للفرقه. ودي حاجه مهمه جدا. بعض الاحيان تغيير منهم بياخد الماتش في سكه ثانيه خالص، يعني في لعيب بعينه ممكن ينزل، عارف كانك رميت طوبه في المايه الراكده. يعني عجبني جدا متولي، عمل ماتش كبير جدا الماتش اللي فات. عجبني جدا احمد قندوسي، عمل ماتش كبير جدا جدا، كان مفاجاه التشكيل. لكن عمل دور ممتاز جدا. غير اداؤه في الماتش الحقيقه، يعني غير فنيا، برضه اللقطه الشهيره بتاعته دي هتفضل خالده في الاذهان لفترات طويله، وهو سايق الجولف كار. ايوه، ولف يعني الملعب كله. برضه في شطات كده. بالمناسبه، اكتر اللقطات اللي وقفت عندها ايه في الماتش ده؟ والله هي اللقطه ديت يعني عجبتني طبعا جدا. اللقطه المفزعه اللي قبل منها اللي قلوب الناس كلها كانت واقعه. احنا المشكله احنا ما كناش عارفين ايه المشكله. بالظبط. بس تقدر تستشف انها ان في مشكله خطأ. كبيره. طبعا. لكن ايه هي؟ لكن الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله رب العالمين. وربنا ينجي كل لعيبه مصر. امين. وكل لعيبه العالم، لان الموضوع صعب جدا. طبعا. المهم رجعنا للقطات اللي وقفت. أيوة. عندها عجبني جدا، تحس ان هو دخل خلاص الاجواء بشكل كبير. تحس ان هو يعني موجود، تحس ان هو في اكتر في لقطه عجبتني عملها جدا، فينت عمله في الماتش بشكل كبير جدا، وشه للاوت وعم فوتها من بين رجليه ولف بتاع لعيب كبير. يعني الفنت ده عمله عجبني جدا. احب التاتشات دي فظيع. ده في ناس عملت عليه فيديوهات على مزيكا ما احكيلكش. على الفنت ده طبعا انا ما شفتوش ولا، بس انا عجبني الفنت في الماتش قوي. يعني هو وشه للاوت
اي حد مكانه يخش البطن رجله ويخش لجوه طبعا. يا اما يطلع بالخارجي طبعا. ويلف كده يعني يعمل اي حاجه غير يعني عمل, عمل حاجه ما جاتش اصلا طبعا. شوف حضرتك انا مدرب بقالي يعني عمل حاجه يعني طبعا. فيها ابداع طبعا طبعا الفنت نفسه مبدع صحيح وبعدين نهى الكوره بشكل كويس طبعا. جدا لا هي دي اللي جت في ايد علي جبر متهيألي يعني كانت واحد تاني متهيألي كانت هي دي اللي شاطها وجت في ايد علي جبر بس هي اتصدت من المنافس بس مش فاكر هل دي اللقطه هي جت في الكوع بتاعه ولا لا هي دي متهيألي اللي كان المفروض علي جبر ياخد فيها الطرد ممكن اجمالي المباراه يعني بدات احس ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي خلاص يعني انت ما تقلقش الحمد لله ما تقلقش ينزل ياسر ينزل الكابتن كريم ده يطلع ده ينزل ما تقلقش المدرب زي ما قلت لحضرتك حط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كبير جدا تحس انه بقى مسيطر على الفرقه بشكل كويس وده هنا نجاح المدرب انت تحس ان اللعيب اللي بيطلع زي محمد شريف طلع حضن كهربا بعد الماتش ما دي لقطه تقف عندها اتنين مهاجمين طبعا وانا طلعت وانت نزلت طبعا فكون ان انا اروح احضنه دي لقطه لا ومش دي اللقطه الوحيده ما بينهم على فكره كان ليهم لقطات كتير الفتره الاخيره حلوه يعني ايه فيها منافسه شايفه بين الاثنين طبعا في نفس المركز طبعا محمد شريف هو اللي كان بيلعب وهو اللي طبعا. كان الاساسي هوب الفتره الاخيره كهربا بدا يخش 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 طبعا. فبدات يعني لما يطلع اول واحد ينزل لكهربا محمد شريف طبعا يعني روح جميله روح جميله يعني صحيح. دي مش حاجه قليله طبعا. دي لقطه برضك يتوقف عليها طبعا. دي معناها ايه معناها ان في حب ما بين اللعيبه طبعا معناها ان اوضه اللبس متسيطر عليها لو فيها انكار للذات وايثار للفريق بشكل عام انت عارف اخطر حاجه على الفرقه ايه من غير اللي الناس بتشوفه ده كله اوضه اللبس طبعا اوضه اللبس طبعًا. هي مفتاح الفريق صحيح مليون في الميه اوضه اللبس طول ما هي هاديه طول ما هي فيها انكار للذات طبعًا. طول ما فيها حب كبير طبعًا. طول ما فيها انضباط الانضباط ثم الانضباط صحيح لعيبه زي لعيبه النادي الاهلي هي بتمثل نص لعيبه منتخب مصر فهي طول ما في انضباط في اوضه اللبس وفي سيطره في اوضه اللبس وفي متسيطر عليها من قبل المدرب والكابتن سيد عبد الحفيظ ومتسيطر عليها من كابتن الفرقه دي كلها بتوديك للنجاح فاوضه اللبس طالما متسيطر عليها كويس هتشوف اللي حضرتك شفته في الملعب قندوسي بيسوق العربيه طبعا. عشان يخلي محمود متولي الناس كلها تحييه وتطمن عليه طبعا. فيها لقطة إنسانية صحيح وفيها حب كبير بين اللعيبة طبعا طبعا لما تشوف كهربا وشريف يحضنوا بعض طبعا. لما تشوف علي لطفي ومصطفى شوبير أول ناس بتنزل للشناوي طبعا هنا لما تشوف عم حارس أكتر واحد بيتنطط جنب الكاس طبعا يعني دي عناصر مختلفة اتعملت معاه لقاءات تلفزيونية كتير على فكرة أيوة. في الماتش ده شوف حضرتك هنا اللقطات دي بتبين لك مدى التيم ماشي ازاي صحيح التيم بيمشي كده اوضه اللبس عمال اوضه اللبس اللي مسؤولين عن المهمات الدكتور اللعيب واللعيب الاحتياطي اللعيب اللي ما بيلعبش وينزل يلعب واللعيب اللي ما كانش بيلعب وينزل كل دي بتبين لك قد ايه هو النادي ده نادي كبير يا رب دايما يديم المحبه كده والروح الحلوه بين اللعيبه وبعض وبين اللعيبه والجماهير مليون مبروك وان شاء الله باذن الرحمن احنا بصدد المزيد من الانتصارات والمزيد من الكؤوس والدروع الفتره اللي جايه انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده جزيل الشكر نورتني دايما بكون سعيد لما موجود مع حضرتك طبعا وموجود في قناه النادي الاهلي قناتنا وبيتنا ومبروك الكاس وان شاء الله نتصور دلوقتي جنبه بقى برضه حالا حالا بص لازم نتصور لو خدناه وطلعنا فلقنا جري يحصل مشكله جمهور النادي الاهلي هيجي ورانا بقى انا بشكرك جزيل الشكر نورتني واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم مليون مبروك وان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من الانتصارات انا بشكركم على حسن المتابعه وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح الفل